السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييت هذاك، لغيت هذاك الفيديو لأنه كان غير تجربة، وقلبت على واحد السيلو من حوس الحظ لقيت هذا ولكن حمر. معليش ماشي بشرط يكون كحل، غندير غير واحد ديمونستراسيون. بلاتي تسمحوا لي بالله نشوف واحد دي. هو المشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ المشكل كاين في الماتيريال. مكنتش مهيئ لهادشي، ولكن أكثر السيوات اللي عندي، السيوات عندي اللي عندهم اللي يقدروا يرسموا في هذا الحجم هذا صغير، ولكن اللي تيكون كبير مثل كل هذا الورقة كبيرة، تيخصك السيلو يكون كبير تا هو باش يبان الرسم، سينو ما كيبانش الرسم. المهم غادي نبداو عليك يا ربي. غادي نشوفو غير البداية ديال الرسم. مثلا انا اعطيكم مثال الرسم، انا درتو شحال هادي، درتو في 2022 كما كتشاهدو. دابا غنشوف باش قلت لكم الستيل اللي كندير انا مختلف، يعني الستيل ديالي هذا. البداية هتشوف لي كيفاش كنرسم، البداية ديال هذا الرسم هذا كيفاش البداية ديالو. غادي تشوف دوك البلايص الخاويين ما كتشوفهم، ما كت يعني ما كت هذا ما كتسنى ما كت ما كطيحش على بالك اش غندير. فهمتي البلايص الخاويين فوقي هنا هنا هنا، واش كيبان؟ مع اللون
ما شد قطة أكثر ولك من دبك دبك ستيل تكنيك ممكن دور البصل مش كان عندك فكرة شنو ندير آخر شنو ندير آخر نديرو هذا اللي شاد الجيتار انا نديرو في واحد الطريقة اخرى شحال هادي ما تسهل نديرو في واحد الطريقة اخرى هي كتطلع غيرت ستيل غيرت ستيل علاش نورمالمون ما تنديرش انا ما تنديرش ما كنطلعش من هنا ما كنطلعش من هنا وكنطلع من هنا نورمالمون ما كنديرش هكذا هاد ستيل غيرتو بغيت جوماميز وصافي فهمتي غيرتو جوماميز هذا هو كيتحرك دابا فهمتي غيرتو جوماميز نورمالمون ملي كنهود هنا تنهود هنا تندير الصباط تندير الصباط ولكن هاد الخطرة هودت هنا وطلعت بالجيتار فهمتي طلعت بالجيتار الجيتار شوية جا جري بلاتي نعاودو ثاني عاود نعاودوها أنا كنوريكم التكنيك دابا راه مكنرسمش غير كنوريكم التكنيك مكرسبش جماميش ندير لكم تكنيك نورمالمون ملي كنهود هنا كندير الصباط هاد الخطرة ملي هودت انا هنا طلعت درت الجيتار شي وصلت هنا خصني ندير الصباط مثلا ثلاث لا غادي نديرو طريقة أخرى اللي كندير الصباط فهمتي كندير الصباط عاد كنهون هنا تنهون هنا هذا عاد كندير الجيتار عاد كندير الجيتار فهمتي عاد كنجي هنا كندير الجيتار هكذا كندير الليد هنا كندير هنا كنطلع هنا عاد كندير الراس عاد كنجي هنا عاوتاني كنهود بحال هكذا عاد كندير الجيتار بحال هكذا عاد كندير الرجل الأخرى في الصباط هادي هي الطريقة اللي كندير ديما هذا كي ديرونجيني هذا كيتزعزع شتي شي تزعزع هذه الصورة اللي كندير نورمالمون أنا حاولت نغير شي شوية ستيل حاولت نغير شوية أتخيل بغيت ندير نهول من هنا بلاتي أنا مكملتش هنا حاولت نختار إلا هولت من هنا بغيت ندير نطلع وندير الجيتار بلا ما ندير الصباط
دابا عندي جوج اختيارات، فهمتي، عندي جوج اختيارات يعني بالحب ستي الاخر. هذا كيتسمى الرسم ديال الرسم ديال لالين، هو الرسم ديال لالين، كيتسمى الرسم ديال لالين. فوالا، اختصاص من الصفات ديما كنجي تاني هنا. ديما ملي كن دونك مثلا انا مثلا مبقاش حاط غير واحد الموديل اخر، مبقاش حاط غير واحد ستيل اخر، ديما كنغير، ديما خصني نغير نفس البيرسوناج، استعمل نفس الانستريمون، ممكن ديما كنغير، ديما كنغير الميثود، عزيز عليا نغير، انا ما عزيزش عليا نبقى ديما نفس الشكل، ماشي عايزين نغير، نعاودو تاني، نعاودو نديرو تاني، عاودو نخلينا هذا الغيطار، ربما شي واحد تابعني يمكن باغي يتعلم يرسم، مرحبا. هاد ستيل، ها واحد ستيل، هذا اخر شتي، هذا اللي كندير هنا، كنجي هنا كنعاود نكمل وكنعاون ندير الجيتار، كنعاون ندير الجيتار، غنكملو غنديرو ديما. بون كاين واحد الاكزاجيراسيون هنا، كاين شي شويه هذا الجيتار هنا عريض، الا جاك الجيتار مثلا عريض هاد الخويه هادي غدير بحال غدير الدوبل، بحال غدير حيت بحال غدور الجيتار لهاد الجهه، غدورو لهاد الجهه باش يبان، غادي دير غتجي هنا تكورك في هنا فوالا، غتجي هنا غادي دير، فهمتي، تولي الجيتار بحال كيبان، بحال كيبان في هاد الجهه هادي، ولكن الا درتي إذا درتي هاد الخط هذا مثلا، هاد الخط ديال الجيتار خاوي، هذا اللي كيبان خص حتى هنا يبان، شتي، هنا خصو حتى هنا، حتى هنا خصو يبان، فهمتي.
نعاودو نديرو تاني عاود، وما عجبكم غادي ديال الجيتار ما عجبتكم يمكن نعاودوها، بس نعاودوها نعاودوها. أوه بركة عندنا من الجيتار دابا، شوف شي حاجة أخرى. نشوفوا هذه اللي بركة كتاكل الآيس كريم لا غلاس. الايس كريم Voilà.
اوكي نشوفوا، نعاودوا نديروها تاني بطريقة أخرى. شي ما راسيش هادشي، خصو يكون راسي. ما عقلتوا لي فيكم، حنا كان حبوا الجمال، عقلتوا لي فيكم ديما حنا كانت تبالي كده. المرأة دي جميلة شوية. شنو حنا اليوم؟ هنا باش كنقول لكم الدير، لا الى شاهدتي، الى شتي داك الارت البدايه ديالو، هنا غادي يعني غادي ابريسي، غادي يعني غادي تعرف القيمه ديال هذاك داك الديسار. ماشي اجي ورسم، راه كتشوف الرسم كتشوفه عادي، لا راه خصك تشوف التكنيك ديالو، الطريقه ديالو كيفاش كيدار، مهم بزاف بزاف. حتى الارتيست اللي كيدير لا بانتور، خاصك تشوفو، خاصك تطلبو، خاصك تقول له خصني وريني، وريني كيفاش كدير، وريني، بغينا نشوف نشاهد، خصني نشوفك انا كيفاش كتعمل، كيفاش كتبدر. انا كاين بزاف ديال الغش، نقول لكم راه كاين بزاف ديال الغش، كاين بزاف ديال الغش. بون غندير واحد ديسان اخر ثاني عاود، هو هذا اللي كيبرصني، هو هذا، هذه الفوقيه، هذه الفوقيه هي اللي كتبرصني، لانه عرفتي علاش؟ لانه مرتب، لازم هذا نورمالمون راه خصو يكون فلات، خصو يكون فلات باش ما يبرصنيش، كيبرصني هذا الشيء، هو كيبرصني بزاف، كتبرزت ما حتى الستيلو ما تي ما تي ما تي هذا ما تي، لان ملي كتورط الستيلو كيمشي، شتي كيمشي البابي، ملي كتبغي تحط الستيلو كيمشي البابي،
نمشي هاد انا خصني باغي ندير واحد اسبوع، باغي ندير واحد نصوب واحد ليزل شي حاجة ديالي انا، خصني تكون في الصلاة، خصني ندير على حساب باغي ان شاء الله نصوب ايزل. هذا الايزل هذا اللي كيتسمى ايزل بالانجليزيه، الفرنسيه الشفالي، ما يصوب شي حاجه ديالي انا على الرسم، لان هذا مديور على لابانتور، ما مديوش على الرسم، ولكن كيعذبني انا في الرسم، كيعذبني في الرسم، ما كنكونش مرتاح نفسانيا، خصني نكون مرتاح، ما مرتاحش صراحه، نقول لكم انا ما مرتاحش، لان هذا النفخ هذا راه كيأثر على الرسم، البومباج، البومباج هذا كأثر على الرسم، ما خصوش يكون هذا، لأن أنا خصني ندير شي حاجة ديالي أنا، وما خصني نشوف شي أعصاب، شي لاستيك اللي دار، وتزير هذا مزيان، تزيرو مزيان، فهمتي، تزيرو مزيان، عندي هاد الكليبس، عندي لي كليبس، راه كاين بزاف ديال الكليبس عندي، ولكن شي نهار بعدا، شي نهار غادي نتفرج عليهم، عندي لي كليبس. ولكن دابا انا بغيتهم ما نخرجش، هذا هو المشكل اللي عندي، عندي هاد الكليبس بزاف، عندي هادو عندي بزاف، ولكن ملي كنبغيهم اسمو ما كنلقاهمش، هذا هو المشكل ديال هاد النفاق، شتي ما كيساعديش باش نرسم ترونكي، كنرسم برزط، شتي النفاق خصني نضطر باش كما دير انا كنت برزت، انا كنت برزت نعاودو نديروها تاني، نديروها أفضل، هذي شي شوية معطاتش النتيجة، نديرو هذا مشكل، هذا مشكل، شتي هذا مشكل.
شفتك المدير راه ما تت هات هاتوا باش تشوف، كاين بزاف ديال الزوايا ديال الخويا هنا وداك الشيء، ما كتعرفش اش غندير، ما كتعرفنيش اش غندير. شتي هاد النفاق ديال البابي ديال اسمو هاو استقلنا بس كده النفاق هادي اللي كان اسمو ستيل سو الله يفعل مبارك سو اوكي ندوزو لمرحلة أخرى شوف شي نيسان أخر هادي المرة كتلعب كتعزف على الفيولون نشوفو مرحلة أخرى شوف نيسان أخر نشوف قلب نشوف شي نيسان أخر شي دي سانخون ناقص نشوف تفكر شي دي سانخون الله نشوف شي دي سانخون لقيت كنتمنى هذا المحتوى هذا يعجبكم شويه كنتمنى يعجبكم شويه وكنتمنى يكونوا وليداتكم داتكم حداكم باش يتانسبيراو كنتمنى باش الوليدات يزعموا شويه ويكون انا سببهم في البدايه ديال الرسم اللي ان شاء الله يقدروا يستمروا حتى هما ويديروا ما احسن وما اكثر ان شاء الله شنو كنتمنى نشوف اوكي بندير واحد هذا ديال هاد ارتيست يعني العنوان ديالو هيلب ارتست ولكن الحقيقة خاص هذا البابي يكون عريض ويجي ندير عريض غادي يبدا يطيح ليا من هنا غادي يبدا الى قلتو هكذا غادي يدور ليا هكذا خاصني هاد الكليبس باش يشدو خاصني
واحد كليب صخور باش نشدو هنا، ولكن نحاول نحاول ما يمكن، نحاول نحاول. يشك فيكم هاد الصورة هذه، راه غادي يعرف، غادي يعقل على، غادي يعقل على العنوان ديال هاد. نعاود نديرو ثاني، كاين اللي يشوف، كاين فيكم اللي شاف هاد الجلسة هذا، راه عندي في اليوتيوب. اللي كانت المشاهدة ديالو والإقبال ديالو كنتو كتير بزاف بزاف بزاف. غادي نكتب لكم العنوان، يمكن لكم تشوفوه في اليوتيوب. نكتب لكم العنوان، مشكلة. نشوف لكم هذا، هذا غادي يكتب العنوان، غتمشي اليوتيوب وغادي تشوفوا هاد البيرسوناج ديال هادو. راه بعدا خاص نقول لكم واحد القضيه، هادو راه البيرسوناج ديالي، راه باش دير البيرسوناج ديالك، باش دير واحد البيرسوناج ديالك راه مهم في الارت. واحد البيرسوناج ديالك بحال مثلا هاد الارتيست، هاد الارتيست بحال هاد البنت اللي كتاكل ايس كريم، بحال هذه اللي شاده القطه،
بحال هذا اللي كيلعب الجيتار، هادو راه بيرسوناج ديالي، راه مهمين بزاف، مهمين بزاف. خاص دير البيرسوناج ديالك، خاص تكري البيرسوناج ديالك، راه مهم. مهم باش دير بيرسوناج ديالك، ماشي غير هذا، خاص تكون عندك واحد لا كرياسيون ديال بيرسوناج ديالك. لي زارتيست راه كيفهمو هادشي. انا غندير لكم العنوان ديال هذا، نتوما غادي هذا خاصكم يشتو هاد العنوان هذا، العنوان ديال هذا هو هل ارتست 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 بالانجليزية ما كتاخدش او، بالفرنسية كتاخد او. إذا شفتوا هذا أو دخلوا اليوتيوب، دخلوا اليوتيوب ودير السمية ديالي، دير هاد الأرتيست، إذا بغيتي تشوف هاد البيرسوناج بالموسيقى، يعني عنده واحد المتابعة، يعني واحد تابعني الناس بزاف في هاد هاد الأرتيست، يعني يعجبهم بزاف لأن كاين بالموسيقى، كاين بالموسيقى. وهو هذا هنا انتهينا اليوم، هذه غير تجربة، هذه إن شاء الله غادي نستمر، غادي نبريباري خدمة اللي هي مزيانة ونستمر، وعندي بزاف ديال الرسوم، وحاولوا ما أمكنكم تحطوا وليداتكم ويشاهدوا، ويحاولوا ما أمكنهم يعملوا واحد لي زيفور غير بواحد ستيلو وورقة، وخا تكون ورقة فيها الخطوطة معليش، هذيك غير البداية. وكنتمنى لوليداتكم التوفيق، إن شاء الله نشوفكم في قريب إن شاء الله. السلام عليكم، عبد الله معكم من نيويورك. وانا تلو